الرحيم أبنائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم معنا في آخر حصة تسجيلية للإسلاميات، والتي سنتناول فيها تلاوة وتفسير سورة المجادلة من الآية 18 وحتى نهايتها. وقفنا في الحصة السابقة عند الآية 17 والتي تقول: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا الآية تصف المنافقين أنهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله، أولئك هم أهل النار يدخلونها فيبقون فيها أبدا لا يخرجون منها، وهذا الجزاء يعم كل من صد عن دين الله بقوله أو فعله. نأتي إلى الآية 18: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. مرة أخرى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. يوم القيامة يبعث الله المنافقين جميعا من قبورهم أحياء فيحلفون له إنهم كانوا مؤمنين كما كانوا يحلفون لكم في الدنيا، ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم في الدنيا عند المسلمين، ألا إنهم هم البالغون في الكذب حدا لم يبلغه غيرهم. الآية التي بعدها، الآية 19: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. الآية مرة أخرى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. تفسير الآية: غلب عليهم الشيطان واستولى عليهم حتى تركوا أوامر الله والعمل بطاعته، أولئك حزب الشيطان وأتباعه ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون دنيا وآخرة. نذهب إلى الآية رقم 20: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. الآية مرة أخرى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يخالفون أمر الله ورسوله أولئك من جملة الأذلاء المغلوبين المهانين في الدنيا والآخرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الآية مرة أخرى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب الله في اللوح المحفوظ وحكم بأن النصر له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين، إن الله سبحانه قوي لا يعجزه شيء عزيز على خلقه. الآية رقم 22 طويلة، الآية الأخيرة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. تلاوة الآية مرة أخرى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم ارض عنا يا رب. تفسير الآية: لا تجد أيها الرسول قوما يصدقون بالله واليوم الآخر ويعملون بما شرع الله لهم، يحبون ويوالون من عاد الله ورسوله وخالف أمرهما ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أقرباءهم أو أقربائهم، أولئك الموالون في الله والمعادون فيه، ثبت في قلوبهم الإيمان وقواهم بنصر منه وتأييد على عدوهم في الدنيا، ويدخلهم في الآخرة جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها زمانا ممتدا لا ينقطع، أحل الله عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم، ورضوا عند ربهم بما أعطاهم من الكرامات ورفيع الدرجات، أولئك حزب الله وأولياؤه وأولئك هم الفائزون بسعادة في الدنيا والآخرة. هنا نذهب إلى بعض الأحكام. قوم يؤمنون، هنا إدغام تنوين بعد حرف من حروف يرملون، قوم يؤمنون، لا أقول قوما يؤمنون، لا، قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله. حثوا معي هنا الجيم من أحكام الوقف، جائز أن نقف هنا وجائز أن نصل عن طول. وبذلك يا أبنائي نكون قد انتهينا من حصة اليوم ومن منهج القرآن الكريم والإسلاميات كافة لهذا العام. ندعو الله أن يزيل الغمة عن بلاد المسلمين، ونرجو أن نكون قد وفقنا في عرض الدرس مع تمنيتنا لكم بدوام التفوق والنجاح، مع تحيات فريق العمل بمدارس المنهل ومعلمكم عبد الناصر فتحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.